السلام عليكم، معكم حسين 21 سنة، كنقرا بروتيز دونتير ويوتيوبر مغربي. كيفاش جاتني الفكرة؟ كنت خدمت مع حسن خويا أول مرة، فاش كنا صورنا فيديو شونسون أنا وخويا حسن. صافي تما كنا ديك الأيام كنا دايرين باج أنا وحسن، يعني باج كنخدموا فيها بجوج. واحد شوية قلت علاش زعما ما نخدمش، ما نديرش أنا باج بوحدي ونخدم عليها. صافي كخييت شين بوحدي وخدمت عليها، تما فين جاتني الفكرة. محتوى زعما متنوع، كيما كندير فلوغ، دي تشالنج، دي برانك، دي كور ميتراج، يعني متنوع. مره انا ماشي الكونسيبت ديالي هو كنغني، انا ما كنغنيش، ولكن مره كيكونوا شي ديستراكات، كنا كنصوروا شي ديستراكات يعني وكنشوفو سجلهم. مثلا كنقدر ندير اغنيه في 8 شهور، في عام، في عامين. ما يعني الكونسيبت ديالي انا هو كندير مقالب، ندير افلام، ندير اغاني مره. دابا حاليا مازال ما كنفكر الصراحه، ولكن لا بالعكس فرحت لي هو ماشي ما مشاش لي بسبب، نقدر نقول لك بسبب الجيف اواي، حيت كنت خدمت واحد الجيف اواي وكانوا داو عليه واحد الصوره اللي خايبه، كان زعما انا رديت الناس مثلا فلوسهم ولا هادي، وكانوا ناضوا واحد الباج فيسبوك وصيفطوا وبوستاو الكونت ديالي انا، وكلشي بقى كيسيني علي كان مشى لي الكونت. قدرت حاولت نتواصل مع سيبور وجاوبوني ودويت معهم وصيفط لهم جميع يعني المعلومات ووالو ما قدرتش باقي لحد الان. صراحة ما يعني كنت بغيت نحبس، طلع لي الدم. الوالدة صافي بقات كدعه معايا، بقات تحكر عليا لا وصوب كونت اخر، والحمد لله صوبت كونت اخر. واخا الكونت الاول كانوا عندي فيه يعني لي زابوني كثر، ولكن هذا احسن من الاخر، هذا اللي عندي دابا حاليا احسن من الاخر. الصراحة حد الان ما كاينش، ما عمرني شفت شي تعليق اللي ضرني بصح، يعني اللي ضرني وبقى زعما كنشوفه يوميا لا ما كاينش. ضروري خاصني نشري دار، كيف ما قلتي دابا انا ان شاء الله فاش غنقرر نبغي نتزوج وهادي خاص ضروري يكون عندي دار، ماشي تنتزوج ونشوف. يعني انا دابا محدي بوحدي، نخدم وناخذ دار، وديك الساعه فاش تجي المراه وهادي تبقى كلشي كاين، كلشي موجود. قدر يعيش بيه الا كان عنده كونسيبت زوين وكانوا عنده ناس اللي كيتبعوه، يعني الا كان عنده كونسيبت زوين يقدر يعيش بيه. هو انا شنو كنقرا كيف ما كيقرا حسن خويا، كنقرا انا وياه، كنقرا بروتيزونتير. يعني لحد الان دابا انا يعني طموحي من القدام نخدم في هادشي ديال بروتيزونتير. الواليد كيدير دونتي داكشي علاش كيقول فتح بحال فجبوك ناكل. كيفاش الببراك؟ بزاف كيطرحوا عليا هاد الاسئله، ماشي من عند الناس وانما من عند يعني شي وحدين كيقولوا لي زعما واش فبراكه. ما عرفتش يعني، واخا نحلف كاين اللي كيتيق كاين اللي كيتيقش، ما عرفتش كي غنوصل ليه. يمكن جاوني بزاف المقاليب مؤخرا يعني طرحوا عليا وبغاو زعما يخلصوني ناس فيهم باش نديرهم معاهم، كان هما دايرين لي مقلب وهادي، ولا ما بغيتش، ما نقدرش نكذب على الناس.
كنت كنصور في الاول مع فاطمه الزهراء. اخر فيلم وقيلا كان نيش مع فاطمه الزهراء صافي. اخر فيلم بقيت صور دابا وقيلا شي 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 قريبه جايه العام صافي. من تما ما بقيتش كنصور شي ما بقى السيناريو كاين بزاف. انا لحد الان مصور فيلم عندي فيلم وغي باقي بلا مونتاج بلا والو مصوره وباقي لحد الان حاطه دابا شي 4 شهور باش مصور فيلم وباقي حاط. انا ما بغيتش اللوحه دابا. الاسم ديالي رضوان جبران، كنسكن بمدينة سطات، العمر ديالي 20 سنة و كنغني. دعموني وخصوصا اختي لميا هي اللي كانت كتعاونني وكتصيفط لي فلوس باش نسجل وباش نغني والوالد. زعما ما حيت لبقيت قريت ما نخدمش باش غادي ندير لك الهواية ديالي، ومشيت خدمت في واحد الكابلاج في برشيد باش نتخلص زعما وباش نسجل. وخدمت شي شهرين تما وتخلص باش نسجل وعاونوني دارنا. دابا حيت تقريبا بزاف ولاد الشعب اللي ما عندهمش اش غيدير، ما كاين ما خدمه، ما كاينش شي حاجه، غير يمشي لليوتيوب. يوتيوب هو اللي يقدر زعما اللي عطاتو فرصه غادي يوصل فيها شي حاجه اخرى. راه ما المستقبل ديالي هو نولي من المغنيين الكبار في المغرب ان شاء الله. رضوان جبران كما قال لكم يعني صاحبي من الصغر، يعني خويا كبر معنا ولينا كنخدموا بزاف الحوايج مع بعضياتنا، يعني كيجلسين مع بعضياتنا يعني خوش وصافي. باش ندمش على سناني، انا شخصيا ما ندمتش عليهم. نقدر نقول لكم واحد اخر يعني يقدر يديرهم يندم عليهم، الا كانوا سنانو خاصهم مثلا غير تبييض ولا سنانو قاضي. انا سناني كانوا خايبين يعني داكشي علاش ما خلاوني ما ندمش عليهم، ما عجبوني زعما عاجبين كيديروها. الا ما كنتيش انت مهتم يعني كل نهار كتغسلهم ولا كل انا يقدروا يديروها ولكن لك انت يعني مجم سنانك كل نهار كتغسلهم وكل نهار يعني ما تكون زعما شي ريحه خايبه ولا يبقاو ديما زعما نقايه وزوينين. فهمتي كيفاش؟ كنلقاو على انتقاد الصراحه. وانا دابا المشكل اللي عندي هو انا كنحاول دابا غادي كنحاول نبدل فيها وكننقص بشويه بشويه، ما بغيتش ديك مثلا ندير داكشي اللي بغاو هما في دقه، غادي كننقص بشويه بشويه. ماشي كيقولوها ولكن يعني طريقه اخرى، كيقولك مثلا نتوما كديروا نفس الحسانه، حاولوا تنقصوا شويه من الشعر، حاولوا كيقولوها كاينين. وانا دابا غادي بشويه بشويه كنحاول نقص صافي تنقاد مره. نبغي نقول لهم الله يسهل عليكم. اي واحد يعني عنده شي حاجه كيعرف ليها وبغى يديرها غير يبدا فيها ان شاء الله يسهل عليه الله وكم. اي واحد نبغي نقول لهم الله يعفو عليهم ويعني يعني انا اسمح لي نخرج على الموضوع. كانوا عجبني واحد الدراري هما كيسكنوا ورا دربنا، يعني حتى هما كانوا مبليين وبزاف الحوايج، وفي شافونا حنا كنصوروا مثلا فيديوهات وهادو، حتى هما ناضوا يعني ولاو باغيين يصوروا. حتى انا يعني بغيت نقول لهاد الناس اللي مبليه وفي التقاده ديالنا يعني لي جون وهادي، يعني يحاولوا يضيعوا وقتهم بشي حاجه شي حاجه اللي غادي تنفعهم. واخا عادي نوض دز كاميرا صور مونطي غتحاول تلا واحد شويه عادي، ولكن من بعد ان شاء الله يسهل عليك الله والله يعفو على الجميع. هذا المكان دابا الا جاتني فرصه لا ما نبقاش ندير دابا. هو انا ما واخا ما غنخدمش كيف هواي كذوب، ولكن واحد اخر وبزاف اخرين يصاحبوني غاد ما حيت ما داو على هذيك الفكره انها خايبه كيف صافي. من تما اخر كيف هواي درت مابقاش حلب زعما ما بقى ندير شي كيف هواي اخر. نقول للشباب اللي في التقاعد ديالنا، خدم راه واخا غيضحكوا عليك في الاول غادي يعيروك، غيجي واحد الوقت اللي كلشي غيولي يحترمك. نعطيك حسن راه كلشي كان كيعايرو في الدرب كلشي كان كيعايرو بزاف حوايج. اول الحمد لله كيدوز من الدرب كلشي كيسلم عليه بديك الرغبه اللي كانت عنده، داكشي اللي كان باغي يوصل ليه يوصل ليه. زعما خدم راه غادي يوصل. تنتبدل بزاف بزاف، مابقاش يعرفنا اش كاين.
هو هو نقولك واحد لعيبه زوين، هو الشخصيه ديالو من الاول زوينه فهمتي، محدودي مع بنادم، ولكن زاد زعما طوره حوايج اللي زادوا تبدلوا فيه. هو مثلا مابقاش كيعمر معانا، بقيناش كنشوفو يعني بزاف. انا وليت انا اللي خويا وليت لا بغيتش خاصني نلقاه، خاصني نقلب عليه ولا نشوف مش من 12 تزود ال 10 غادي يزيدو صافي. هادو الحوايج اللي تبدلوا فيه صافي. انا رضوان شكون حاليا باقي ما درنا والو، ولكن كاينه واحد الفكره غير باقي ما خدمناش عليها، غنكون فيها انا ورضوان وحسن خويا اغنيه وحده غنكونوا فيها احنا الثلاثه، ولكن باقي ما خدمناش عليها. كنبغي نشكر الناس اللي متبعنا وكتيق فينا، وبغيت نقول لهم باللي ما جاي ان شاء الله احلى بزاف الحوايج جايين زوينين ونتظروهم. وكنبغي نشكر ذات مولاتي على الاستضافة، وخليك كلمة خويا. كنبغي نشكر لالا مولاتي، وكنبغي نشكر الناس اللي متابعينا. بغيت نقول لكم بسببكم حنا واصلين لهاد البلاصة اللي فيها حنا دابا، وكنبغيكم بزاف وكنموت عليكم. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.